السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم زكريا عبد العالي مهندس برمجيات. نكمل سلسلة دروس ام في بي ام، وذلك باستعمال دبليو بي اف والاكزامال حاليا. وستكون سلسلة مطولة حيث سنتطرق إلى برمجة الموبايل، وذلك عن طريق الإكزمارين، وأيضا بعض الأمور أخرى إن شاء الله. في هذه الدورة التي نحن في الدرس الثالث إن شاء الله للبايندينج داتا بايندينج، قمنا بمثال أول في الداتا بايندينج، ثم في الدرس الثاني حول مثال ثاني في الداتا بايندينج في الدرس الثاني، ونكمل إن شاء الله في هذا الدرس دائما في الداتا بايندينج، حيث سننشئ الموديل، لأننا في الدرس الفارط وصلنا إلى غاية الفيو والفيو موديل ولم نكمل الموديل. لكن قبل هذا أشكر صديقي العزيز علي علوي الذي قام بدرس رائع في الدلفي كما الطبقات تلاحظون هنا. المشكلة بهذا النمط. هذا درس الدلفي، وهو درس يتكلم على الام في بي ام، وسيقوم إن شاء الله بتحويل كل الأكواد التي نقوم بها في السي شارب إلى الدلفي إن شاء الله، حيث كما وعدناكم دائما القناة هي عبارة عن سي شارب ودلفي، دائما نقوم بكل الدروس التي نقوم بها في السي شارب نقوم بها بالدلفي والعكس صحيح. إذا آخر مثال قمنا به هو الداتا بايندينج، حيث عرضنا سجل في تكست بوكس أو في إيديت، عفوا نحن في سي شارب، إذا تكست بوكس، وقمنا بتغيير الاسم واللقب ووضعنا علي علوي، وظهرت النتيجة هذا. إذا الآن سننشئ الموديل، وهو مجلد جديد موديلز، نسميه موديلز، ونضع فيه كلاس جديدة اسمها ولتكن C User Model M، ونقوم بنقل كل هذا الكود إلى هنا. الكلاس تكون Public، وهنا قلنا Model. إذا هذه الكلاس Model، الكلاس Model هي المسؤولة، أو User Model هي المسؤولة على الاتصال بقاعدة البيانات، جلب جميع البيانات من القاعدة، وشحن هذا الأوبجكت Instance لهذا الأوبجكت أو كائن لهذه الكلاس بهذه المعطيات التي تأتي من قاعدة البيانات. إذا سنقوم لاحقا بالاتصال بالقاعدة وعمل الميثودات هنا لعمل Fill أو Load by ID. إذا هنا هو الموديل، عبارة عن كلاس عادي first name last name والconstructor، هذا الذي كان موضوع في الفيو موديل سابقا. الآن ما هو دور الفيو موديل؟ إذا كان الموديل وضعنا به هذه الخصائص، الفيو موديل سيكون هو الذي يتصل بالفيو. قلنا أن الفيو سيطلب من الفيو موديل ماذا تريد عرضه. إذا سنطرح سؤال إلى الفيو موديل، ماذا تريد أن تعرض؟ الفيو موديل يقول أريد أن أعرض هذه الخصائص first name و last name، لكن أين هذه الخصائص؟ هي في اليوزر موديل. إذا الفيو موديل سيبحث عن البيانات الموجودة في الموديل ويرسلها إلى الفيو ليتم عرضها، ليس هو الذي يرسل بل الفيو الذي يطلب. الفيو يطلب من الفيو موديل، يقول له أعطيني البيانات التي تريد عرضها، يقول له طيب هذه البيانات موجودة في الموديل، إذا خذ هذا الموديل. إذا لابد من الوصول إلى هذه الخاصيات الموجودة first name last name الموجودة في الموديل. كيف يكون ذلك؟ نرجع إلى الفيو موديل، ننشئ متغيرة أو خاصية public C user model ونسميها user،
get set. Not if using. حصلنا على namespace للموديل. إذا هنا خاصية سميتها user ستكون هي object من نوع الريتيرن الخاص بهذه الخاصية هو object من نوع user m user model. إذا في الفيو موديل نستطيع الوصول إلى الموديل عن طريق الخاصية user. إذا نقول له في الفيو مثلا حاليا في السابق كنا نقول له first name last name. الآن بما أن هنا الربط البايندينج كما تلاحظون هنا قلنا أن البايندينج هو خاص باليوزر فيو موديل. إذا للوصول إلى هذه الخاصيات first name last name هي موجودة في يوزر في الخاصية يوزر التي أضفناها الآن. إذا يوزر first name يوزر last name. إذا هذا هي الخاصية الموجودة في الفيو موديل. وبالطبع بما أنها موديل فهي بها الخصائص هذه first name و last name. إذا نرجع هنا الفيو موديل به خاصية user من نوع موديل. والآن نأتي إلى البايندينج هنا نقول له إذا هنا انشئ موديل هكذا انشئ موديل. والآن لا يتم الربط بالموديل بل يرتبط بالنيو سي user view model ونمرر له الخاصية الأوبجكت اللي هو موديل وهو سيدرجه في الخاصية. كيف ذلك؟ عن طريق الكونستركتور. إذا لابد من إنشاء كونستركتور هنا. حيث نمرر له خاصية أو parameters من نوع parameter من نوع سي user سمي user مثلا ونقول له this و user أي الخاصية تساوي إلى هذا البارامتر user. إذا عند إنشاء الفيو موديل نرسل له objects من نوع model وهو يمرره إلى الخاصية user. وهكذا عندما يكون البايندينج مع اليوزر نستطيع الوصول إلى كل ما هو موجود في الموديل first name last name. نجرب الكود. وظهرت النتيجة. تأكد بتغيير هنا. وكما تلاحظون ظهرت النتيجة. سأعيد الشرح. إذا أنشأنا في ريبرتوار موديل أو مجلد موديل أو فولدر موديل كلاس من نوع يوزر موديل. هذه الكلاس بها الخصائص first name last name. هذه الأمور كانت موجودة في الفيو موديل سابقا لكن الآن فصلنا كل ما هو خاصيات والمتعلقة بقاعدة البيانات. بعد قليل قاعدة بيانات أو ملف أو غيرها سنتصل بقاعدة البيانات وننشئ هذه الأوبجكت من نوع هذا الكلاس نعمل فيه ثم نرسله إلى الفيو موديل. الفيو موديل أنشأ خاصية ضفنا خاصية اسمها يوزر حيث ستأتي بالموديل كاملا
بما فيه من خصائص. هذه طريقة ما، لكن هناك عدة طرق ممكن إنشاء ميثود فقط تأتي لنا إلا بالخاصيات التي نحن بحاجة إليها، أو ليس بالضرورة هنا موديل يوزر موديل، ممكن أن يكون أوبجكت كلاس أخرى من نوع موديل التي ربما تأتي بالفيرست نيم فقط. نستطيع إنشاء موديل آخر به إلا الفيرست نيم. إذا هنا ليس بالضرورة الموديل الموجود اليوزر موديل هنا، يعني ممكن الوصول إلى كل خاصيات أو خاصية أو اثنين أو أكثر من ذلك. أي هنا عندنا موديل يوزر موديل به فيرست نيم لاست نيم، ممكن أن نضيف موديل جديد على سبيل المثال كونتري أو البلد لهذا اليوزر، وفي الفيو موديل نضيف خاصية هنا نقول له الكونتري، يعني نستطيع ربط الفيو موديل باثنين من الموديل، موديل اللي هو اليوزر والموديل كونتري، ونستطيع عرض هذه البيانات في الفيو بما أنها موجودة في الفيو موديل. نبقى في نمشي خطوة خطوة إن شاء الله. هنا اليوزر قلنا هذه عبارة عن خاصية للفيو موديل اللي هتعوض لنا اليوزر موديل. ثم أنشأنا كونستركتور لتسهيل العملية فقط، قلنا عند إنشاء هذا الفيو موديل نرسل لك موديل وضعه في هذه الخاصية يوزر. لماذا هذه الخاصية؟ لأنه بفضل هذه الخاصية نستطيع الربط هنا في البايندينج. لابد من وجود خاصية لعملية البايندينج. إذا دائما في البايندينج هي خاصيات عبارة عن خاصيات لكلاس معينة. إذا هنا نرتبط مع الخاصية يوزر وبالضبط في فيرست نيم، وهنا خاصية يوزر وبالضبط في لاست نيم. نشرح هنا الكونستركتور كيف قمنا بعملية إنشاء الموديل. هنا أنشأنا instance object user، قلنا من نوع موديل، أرسلنا إليه زكريا عبد العالي كبارامتر، وهنا كما تلاحظون في الكونستركتور للموديل يأتي بهم ويضيفهم إلى الخصائص first name last name. نرجع ثم بعد إنشاء هذا اليوزر الموديل يرسله كبارامتر في الفيو موديل، وقلنا في الفيو موديل go to reference add-on go to declaration. هنا قلنا له نرسل لك موديل وضعه في الخاصية يوزر، سيضع هذا الموديل الذي مملوء بخاصية first name سكيري و last name عبد العالي ويرسلها إلى هذه الخاصية. وبالطبع في الفيو، أين هو الفيو؟ قلنا له اربط يوزر مع الفيرست نيم ويوزر لاست نيم. هكذا وصلنا إلى اليوزر الموجود في كخاصية موجودة في الفيو موديل. هذا كما قلت سنمر خطوة خطوة إن شاء الله حتى نصل إلى كل الأمور التي يجب معرفتها ضرورية لصنع MVVM بسهولة في مع السي شارب. إن شاء الله سنقوم في الدرس القادم بالاتصال بقاعدة البيانات وجلب قائمة من اليوزرز وجلب أيضا يوزر باي اي دي، أي نرسل له الاي دي وهو يعطينا اليوزر من القاعدة من لاباز دوني، ونعرضه في نعرض في الدي بي جريد او جريد فيو قائمه يوزرز، وفي تكست بوكس السجل المحدد او الذي احضرناه ب جيت يوزر باي اي دي. بارك الله فيكم، شكرا، ولا تنسوا مشاركه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.